انا ماشيه. استني هنا، هو لعب عيال؟ يعني ايه ماشيه؟ هقول له ايه؟ انا اسفه، ما كانش قصدي ان انا اتخلى عنك في الوقت اللي كان لازم اقف جنبك فيه. وايه المشكله انك تقولي له كده؟ كلام ملوش معنى قدام العمر اللي ضاع، قدام الطريقه اللي عملته بيها وهو في السجن، وحتى بعد ما خرج. ده انا حاسه ان انا زي ما اكون جاي اضحك عليه بكلمتين. انت خايفه تحس انك غلطانه؟ فريده اقل حاجه نعملها لبابا ان احنا نعتذر له. الاعتذار ملوش قيمه، مش هيرجع له اللي فات، بس ممكن يغير اللي جاي. فريده خليكي شجاعه. مني برضه؟ لا لا لا، والله والله انا مش قصدي. فاهم يا بنتي، انت مش محتاجه تقولي اي حاجه. حاسس بيك، حاسس بيك يا ولد طول عمري وانا شايفك حد. ان شاء الله كنت هاخد الدنيا عليك. انا مش قادره اسامح نفسي عشان خاطر سامحني. انت محظور، محظور يا فريدة. مش لازم تلومي نفسك يا حبيبتي. حقك انك تدافعي عن حياتك، عن دنيتك اللي بنيتيها بايديكي. ما تدافعش عني، انا غلطت في حقك كتير. لا يا حبيبتي انت ما غلطتيش، وانا كمان غلطت، بس انا غلطي اكبر بكتير. انا طول الوقت حاسس اني بريء. بس الكلام في كل اللي فات، عايز انسى الفترة دي كلها، ساعة ما روحت اصرف الفلوس لغاية دلوقتي، عايز انساها، عايزكم تساعدوني. تقدروا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا حبيبتي، وحشتينا. وشك ولا وش القمر؟ ده من ذوقك يا غالية. أمال فين عم صبري، مزوغ ولا إيه؟ لا يا عم صبري بقى، ما حدش قده النهاردة يا قلبي، ربنا نصفه ونصره وطلع بريء. إيه ده بجد؟ إزاي؟ ولا أقول لك لا خلاص أنا هطلع أبارك له ويحكي. لا 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 استني، أنا هحكي لك. سيبي صبري، أصله قاعد مع أولاده، عطشان لهم من زمان. بكره الصبح هروح انا وانت عشان تعمل لي توكيل، انا هرفع لك قضيه رد اعتبار. الدنيا كلها لازم تعرف ان صبري قليوب اشرف واطهر راجل في العالم. ولا تفرق معايا، انا مفيش حاجه تفرق معايا في الدنيا دي غيركم انتوا الاثنين وبس. لا يا بابا، انت ظلمت كتير وحقك لازم يرجع لك، وانا مش هسيب جرنون الا لما اكتب فيه عنك وافهم الناس قد ايه انت راجل عظيم. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك. طيب يلا بينا، شوف بقى هتاخد ايه من هنا قبل ما نمشي. لا اخد ايه؟ انا مش هينفع اسيب هنا اصلا. يعني ايه مش هينفع؟ انت لازم تيجي معانا، انا مش هسيبك ابدا. ابوكي هيقعد معايا، انا عايش لوحدي واحتاجه جنبي طبعا. وانا ولوجي كمان محتاج لها. ايه يا عم صبري، بنتي ولا ابنك قاسر؟ على مقلوكوا عليا الحكايه، ما تجيش خطف كده. هي ما تجيش الا خطف. اسمع مني،
انا وانت هنقعد مع بعض، ولو على لوجي هنشوفها كل يوم من مسافه قريبه، او نجيبها تبات معانا ونخلص من فريده خالص. طب اديني فرصه افكر يا ياسر، لان اللي حصل لي في اليوم بليله دول يفوق الاحلام. يبقى انت لسه زعلان مننا؟ بالعكس يا حبيبتي، انا عمري ما زعل منكم، انا بس عندي دنيا تانيه هنا، شغل وناس وعلاقات، ما ينفعش فجأة كده أسلت إيدي وأديهم ظهري وخلاص. أنت مش محتاج لشغل خلاص، الفلوس موجودة الحمد لله، وأنا مش هسيبك تحتاج لحاجة. بالعكس بقى، الفترة دي أكتر فترة أنا محتاج فيها لشغل، على الأقل عشان أثبت لنفسي إني لسه ليا لازمة. وبعدين أنتم ناسيين أم بلوزة، شريكتي وجارتي، الست اللي وقفت جنبي وأمنتني على فلوسها وصدقتني في وقت العالم كله إداني ظهره. ينفع بقى يا ياسر أسيبها لوحدها وأمشي؟ خلاص يا ياسر، سيب بابا على راحته. ماشي، ولو إن مش عاجبني الكلام اعمل حسابك إن أنا هعدي عليك بكرة بدري عشان تروح تعمل لي توكيل في الشهر العقاري. حاضر حاضر يا ابني. السلام عليكم. ما تمسكينيش يا عيش. انا مش ماسكاكي. ما تردي السلام الاول. مالكش سلام عندي. يلا قور من هنا. انا مش جايلك، انا جاي لصابري. روح قابله في حته تانيه. يلا امشي. جرايه وليا، انت لسه تهمله في موت ابنك؟ ما خلصنا من الحكايه دي. المحكمه قالت كلمتها وخلصنا. يلا قور من هنا. المحكمه برئتنا وقالت ملناش فيه. دي محكمتكم انتم، لكن انا محكمتي لسه. محكمتك. الظهر طارت منك يا وليا. والظهر ان النهارده اخر يوم في عمرك يا عيسى. اوعى بنت. يا لهوي يا لهوي، انت فاكر ايه؟ الحقوني يا ناس. لا لا، صلي على النبي يا ام بلوزه، مش كده. انا مصليه على النبي من قبل انت ما تتولدي. اوعى يا عيسى. سيبيها، اما اشوفها تعمل ايه بالسكينه اللي في ايديها. سيب السكينه عشان خاطر. ما فيهاش خواطر يا عيسى. سير الشر، سير الشر يا ام بلوزه. اوعى من وشها. سب انا قدامك اهو. حاسب يا بابا انا اتعورت. استهدي بالله يا ست، هتودي نفسك في داهيه. لو عايزك تضربي حد يا ام بلوزه اضربيني. حرام عليك يا صبري، ليه عايز تقعد بيني وبين حقي؟ حقك عند اللي خلقك يا ام بلوزه. اتقلها اتقلها ونزل السكينه، ما توديش نفسك في داهيه. تصدق البنت المزغوده دعاء وحشتني، كانت عامله حس للبيت برضه. هي يعني كانت عملت تليفون ب2 جنيه تطمنك فيه ان هي وصلت؟ بقول لك يا فوفه، اتعودي بقى، بنتك دعاء عملت اللي في دماغها وعدت خلاص، مش هتعبرنا تاني. امسكي الكويلي ده معاكي. ايه ده؟ ماليش دعوه، انا باكوي حاجتي بالعافيه. هو انت يا بنت انت ما استفدتش منك باي حاجه في البيت؟ مالكيش اي لازمه في حياتي. طب اجري اجري افتح الباب. كمان افتح الباب؟ تصدقي توحشني دعاء فعلا، على الاقل كانت بتفتح الباب. مساء الخير، الاستاذ عمر محمح. مين؟ زحزح. لا يا اسر، انت ما بقتش تحبني، انا حاسه. انت ايه اللي يخليكي تقولي كده؟ انا عمري ما تخيل ان انا ممكن اعيش من غيرك. لا، انت زمانك زهقت من قصتنا اللي مش نافعه دي، بس اعمل ايه يعني؟ انا مش قادره امنع نفسي اني احبك. انت مش محتاجه انك تمنعي نفسك، مسير الظروف هتتغير وهنتجوز. لا، انت بتصبرني بكلمتين، انا فاهم بقى. انت ياسر اللي كنت في يوم من الايام تتمنى تشوفني ولا تسمع صوتي؟ ياسر قولي بصراحه، هو في حد تاني؟ يا عيش افهميني، انا في مشاكل طول الوقت، مشاكل علي واكرم وفريده، ده غير مشاكل ابويا. طب ما انت طول الوقت كان عندك مشاكل وكنت بتهتم بيا. افتكر كده اخر مره حاولت تكلمني فيها من قد ايه؟ انا طول الوقت انا اللي بدور عليك. معلش انا اسف، انا عارف ان انا اتشغلت عنك، بس والله العظيم ما فيش حد في قلبي غيرك. الحب علامته الاهتمام، ومفيش حد بيعرف يمثل الاهتمام طول الوقت. انا عمري ما مثلت عليك يا عيش عشان خاطري ما تزعليش مني، وانا وعدك ان انا هسال عليكي كل يوم. كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. طيب ماشي خلاص، سامحتك. انت عارف ان انا كنت رايحه اشتكيك لعم صبري النهارده؟ ده انت جميله قوي، رايحه تشتكيني لابويا. ما انا هعمل ايه يعني، مفيش حاجه بايدي غير كده. ياسر انا بحبك، ما اقدرش استغنى عنك. اوعى في يوم من الايام تزهق مني ولا تبعد عني. انا لا عمري هزهق منك ولا عمري هبعد عنك، انا بحبك عشق يا راجل. يعني عشق
بنت الدكتور عاصم ابو النور. ايوه يا عم زي ما بقول لك، عيش تبقى توأم ملك بس تاهت منهم من 15 سنه، فهمت؟ ويا اخي احنا اللي كنا ظالمينك وفاكرينك بتعاكس البيت. في حد عاكس بنت خالته برضه؟ المهم انت تعرف مكانها؟ طبعا يا باشا اعرف، وممكن ادلك عليه، بس الحاجات دي بقى بتحتاج مصاريف كتير. يا عم الدكتور عاصم غني جدا وهيديك الفلوس اللي انت عايزها، انا بس ليه عندك طلب. امرني. انا عايزهم يفتكروا ان انا اللي لقيتها. بس كده؟ غالي والطلب طويل يا باشا، ده انت لو حبيت اجيبها لك لحد هنا. صدق بقى انت حبيبي يا عم هيثم، ده انت جيت لي من السما. بقول لك ايه، انا ليا سؤال صغير. امرني. لا دول ايه، بوتوكس؟ ايوه خلاص، يبقى اللي هو الشد اجزاء. تكرم عشان خاطر عيش. وهم والله العظيم وهم، ميه صافيه وسما صافيه وهوا فريش يرد الروح ونظافه في كل حاجه، والمحيط كان يجنن، في حاجات كده في النص كنا بنقعد فيها كانت حلوه قوي. الحمد لله على السلامه. معلش يا مكه صبعتك. حرام عليك يا مازن، هي بتتكلم عشان مبسوطه، ما تسيبها. شفت بقى، انا وملوكه متفاهمين، اخرج انت منها مالكش دعوه. انت يا بتاع، انت بتنزل شنط كده ليه؟ فيها حاجات تتكسر. معلش انا اسف، مش واخد بالي. مش واخد بالك بتاع ايه يعني؟ مش ده شغلك المفروض تاخد بالك؟ ايوه يا فندم، بس لو كانت بقى تيب الطنط ليلى نسيتكم الصح، فانا من هنا ورايح اعرفكم الصح كويس. خلاص يا دعاء، في ايه؟ هو ما يقصدش. جرايه يا دعاء، في ايه؟ ما تهدي شويه، الموضوع مش مستاهل يعني. هات يا عم راضي عنك. لا لا لا، عنك انا يا عم، عنك انت قادر تشيل نفسك. تعال بس تعال. ملوكه. نعم هات. عايزه اقول لك على حاجه بس خايفه تزعلي مني. انت عبيطه، انا ما زعلش منك طبعا. الفلوس اللي اديتيها لنا كلها خلصت. يا سلام، طب ايه المشكله يعني؟ دي حاجه تزعلني؟ المهم انتوا محتاجتوش حاجه؟ لا اكتر من كده يبقى افترى. طب الحمد لله. حبيبي وحشتني. اوعى تكون كسفتنا يالا. كسفت ايه؟ انا رفعت راس العيله. بص انا اول قلت انت وحشني يا دكتور. يلا يا بكاش، قال يعني جينا على بالك اساسا. ازيك يا انكل؟ حبيبتي الف الحمد لله على السلامه يا عروسه. الله يسلمك يا حبيبي. امال طنط فين؟ طنط راحت الشغل بقى. راحت الشغل؟ تيجي بالسلامه ان شاء الله. الله يسلمك. راحت الشغل؟ مش قادره تاخد اجازه النهارده، مش عارفه ان احنا جايين. طب وايه المشكله حبيبتي؟ احنا نشوفها بالليل، احنا مش راجعين من الحجه. دعاء انا نفسي اعرف انت ازاي قدرت تمضيني على اذن الصرف الاولاني. ده سر المهنه بقى، بس امضيتك ولا مش امضيتك؟ واخدت كام في الشغلانه الاولانيه اللي فات؟ مات يا مدام، ولا انت عايزه تحاسبيني باصل راجع زي الحكومه؟ على فكره اللي جاي احلى بكتير واجمل. طالما دخلتي معانا في اللعبه هتشبعي فلوس. على فكره الناس بالمره دي ضيرت. يعني ايه؟ انا ليا 150,000. 100,000 بس، احنا معانا تلت في الحكايه، ما ينفعش ناكل لوحدينا. شكلك كده عايز تضحك عليا وتقلل نسبتي، ومفيش تلت ولا حاجه. كله هيبقى قدامك وعلى عينك يا تاجر. اصبري بس انت شويه، زمان تلتنا جاي ومع الزبون. بعد 15 عاما ان للعداله العمياء ان تبصر الام صبري اليوب. اقتطع المجتمع من شبابه واجمل سنين عمري باسم العداله. حرمته ان يكون ابا وجدا. والان آن للمجتمع ان يرفع صوته ويقول انه قد اخطأ. بناء على الاعترافات المقدمة اطالب برد اعتبار لابي وموكلي واسقاط الحكم وكل ما ترتب عليه، وكأن شيئا لم يكن، مع حق موكلي الرجوع بالتعويض. تؤجل القضية لجلسة 25 يونيو لنطلب الحكم. رفعت الجلسة. اتفضل يا طاهر. مني مساء الخير. مساء النور. اهلا اهلا كده. اهلا طاهر باشا، اتفضل. مكتب مكتبك. اهلا وسهلا. طب يا ليلى اتفضلي انت بقى، ولو عوزت حاجه هندهلك. اتفضل. لا انا مش هتفضل، انا موجوده في القعده دي. نسيت اقول لك يا مدام ليلى، لولا تبقى الطرف الثالث بتاعنا. انت يا ليلى؟ طب ليه كده؟ هو قال لي ليه؟ ما احنا في الهوا سوا. على الاقل انا معذوره لاني محتاجه فلوس. انت بقى بتعملي كده ليه؟ امشي اطلعي بره. مش طالعه غير اما اخد حقي. الله، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هي الحكايه اللي بيشت ولا اسم محسن؟ طب خلاص خليها وقت تاني. لا لا، وقت تاني ايه بس يا طاهر بيه؟ الله، ما تستهدوا بالله يا جماعه، ما نبوظناش الشغلانه بقى. انت معاك الفلوس؟ معايا الفلوس يا فندم. وعارف احنا هنعمل ايه عشانك؟ هو حضرتك لسه هتعملي علشاني؟
هو الموضوع ما خلصش ولا ايه؟ ايه لزوم الكلام ده بس؟ الجرايه الرئيسه، ما احنا مجهزين كل حاجه. طلع فلوسك وانا همضي لك على اذن الصرف. بسيطه جدا يا فندم، اتفضلي حضرتك الفلوس. انا كله يثبت مكانه. ايه ده؟ وفي ايه يا رئيسه؟ مباحث اموال عامه. المنطق اللي في كلامك وافكارك المنظمه والطريقه اللي بتعبر بيها عن افكارك. منى بلاش الكلام ده. ليه حضرتك؟ انا بس قصدت يعني اعبر عن اعجابي بالمرافعه. اقول لك على سر بس تحافظي عليه؟ طبعا يا استاذ ياسر. انا ما بحبش المدح، بيوترني، ما ببقاش عارفه ارد اقول ايه. انا ما قصدتش. انا عارف طبعا، بس يمكن يعني لاني مش متعود ان حد يشكر فيا ويمدح فبتوتر. انا عارف ان العيب فيا مش في الكلام اللي بتقوليه خالص. هقول لك على حاجه، انا الانتقاد اسهل لي بكتير. واضح ان حضرتك عشت حياه صعبه قوي. ده حقيقي، ضغط كبير من كل ناحيه، بس ده خلاني اصمم ان انا ابقى حاجه كويسه. اقول لك على حاجه يا استاذ ياسر، انا كل ما بقعد معاك اكتر يعني واتكلم معاك وكده بحس اني نفسي ابقى زيك. اوه هترجع تمدح فيا تاني. طب يلا جهزي لي ملفات القضيه بتاعت بكره وهاتيها لي. جاهزين؟ انا مجهزاهم من قبل ما ننزل عشان ما كنتش عارفه هنرجع المكتب امتى. ثانيه واحده. اتفضل حضرتك. واضح ان انا اللي محتاج امدح في نشاطك وشطارتك بجد. على فكره انت فرقتي معايا جدا. ميرسي. امال فين شيكات صالح مرتضى؟ مش ناسيهم والله، بس ما حبيتش احطهم في الفايل الا لما نرجع. برافو عليك. ايوه منى، الشيكات فين؟ عند حضرتك في الدرج. مفيش حاجه يا بنتي في الدرج. ايه؟ ما تجننينيش وقولي لي ناوي على ايه؟ ماشيه، انا خلاص زهقت وما بقتش طايقه اروح. مش هتعدي على خير، اصبري ساعه ولا اتنين بس وبعد كده روحي، تكون الدنيا هدت ومحدش دريان بحد. ولا دياوة هعملوا ايه يعني؟ اهلا وسهلا ويركبوا وتقص. شكلك نسيتي عملوا فيكي ايه النوبه اللي فاتت اما ما سمعتيش كلامه. انت بتخوفيني؟ انا خلاص ما بقتش اخاف من حد. يا بنت يا بنت انا بعقلك، خايفه عليك. خايفه عليا من ايه؟ هيموتوني؟ طب ايه رايك بقى ان انا نفسي اموت؟ ما بذمه الجيش اللي احنا عايشينها دي؟ دي ولا عيش العبيد يا شيخ. بتعملي ايه؟ احنا مش دورنا في الدولاب ده قبل كده؟ بدور عليهم تاني يمكن الاقيهم. واضح ان الشيكات مش في المكتب، احنا قلبناه من اوله لاخره. طب انا هدور عليهم تاني منى. الشيكات كانت هنا والمكتب ليه مفتاحين، واحد معايا واحد معاك. وانا والله ما شفتهم من يوم السبت من ساعه ما طلعت العقود بتاعتها ابو طالب. يعني ما خدتهمش وسط الملفات وانت مروحه؟ انا لا طبعا، هروح بيهم اعمل بيهم ايه؟ يمكن دخل وسط الملفات بالغلط ولا حاجة. بقول لك ايه؟ دوري عليهم في البيت كويس. وأنا كمان هدور عليهم وسط الأوراق اللي عندي، يمكن ألاقيهم. أنا إذن حضرتك. في الزمان وعمالك الناس الطيبين يجرحهم ما يحاربوا. أنا عمري ما شفت هيثم ساب حقه. ده إذا كان حقه أصلا. بقول لك إيه يا شمس؟ إحنا الاتنين بننصب والنصب ما فيهوش حقوق، اللي يطول حاجة ياخدها. لا غلطانة يا عشري، مش هيثم اللي تعمل معاه كده. أهو اتعمل وخلصنا وسكت. استني خدي.
خدي البونبونية دي، أنا برضو جدعة ما انساش أختي. يا لهوي لو عارف. ما تسيبك من هيثم بقى. بقول لك إيه؟ إيه؟ أخبار اللي اسمه محي سعادة ده إيه؟ هو بقاله فترة ما بيجيش. بس أنت عايزة منه إيه؟ مش كفاية أنا هرتيه من سليم؟ بحر يحب الزيادة برضه. يا لهوي منك. لا مؤاخذة يا باشا، بعد إذن حضرتك. شمس عايزة إيه؟ انت مالك انت بعمل ايه ولا ما بعملش ايه يعني؟ انت غريبة قوي. ما غريبة الا الشيطان. اسمع بس يا عم العصبي. عشق ظهرت. ايه؟ كده؟ طب اقفشي فيها بايديك واسنانك، ما تخليهاش تتحرك، احكي لها اي قصة اي فيلم لحد ما اجي. يلا سلام. ولا زيزو. ايوه. خد يا اوبر وفخر. مع الباشا، انا مشوار ساعة زمن وراجع. لا مؤاخذة يا باشا. اتفضل. بنتي يا بلبلة تعالي. عزة فين؟ ها؟ ايه؟ روحت. يعني ايه روحت؟ انتوا شغالين في حكومة؟ لا اصلك هي كانت تعبانة. تعبت ما قامت. ايه؟ انتوا فاكرينها ذكية؟ أكلوا مرأة وقلة صنعة؟ ولا انتوا مستهيفاني؟ لا خالص، ده حتى عزة تحبك قوي وتخاف على زعلك، بس هي كانت تعبانة. انت هتعممين يا روح أمك؟ ما تسيبك بقى من خبز الفلاحين ده. بقول لك ايه؟ خش الصالة. وعينك على عاشق، لو قربت كده ولا كده تيجي تقولي لي جري. افوم هناي. يلا يا بنتي. فاهميني بتدوري على ايه؟ عشان اساعدك. شيكات يا ماما، شيكات بتاعه الشغل. انت بتقولي ليه؟ والشيكات دي جبتيهم هنا ليه؟ انا متاكده اني ما جيتش جنبهم، بس يمكن. هو ايه اللي يمكن؟ يا بنتي جبتيهم ولا ما جبتيهمش؟ يا ماما مش عارفه. هو انا مش عارفه. هو انا مش عارفه ايش كده. بكام؟ 2 مليون جنيه. يا شفتي اوي اوي. وصاي خلينا نشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. لما لولا دخلت علينا ما بقتش عارفه اعمل ايه، والمصيبه ان كل كلمه كانت بتثبت التهم عليها زياده. انت زعلانه عشان لولا؟ طبعا يا عاصم، مش بنت اختي دي هتدخل السجن بسببي؟ لا طبعا مش بسببك، بسبب اللي عملته. كده بقت الصورة واضحة زي الشمس. هي اللي مضتك على الورقة الأولانية اللي وقعتك في المشكلة. قالت كده في التحقيق. البنت كده خلاص مستقبلها راح. ما بلاش طبتك اللي ملهاش معنى دي. دي كانت هتدخلك السجن في حاجة أنت ما عملتهاش. دلوقتي زعلانة عشانها. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. بتعملي فيا وفي عيالي كده ليه؟ قسمتك في ورثك ولا كنت باكل وبمسح في راسي؟ استني بس يا عفاف افهمك اللي حصل. هتفهميني ايه؟ هي عايزه فهم. دخلتي البنت الغلبانه السجن، بدل ما تدخل دنيا دخلتيها السجن. منك لله يا ليلى يا اختي. لا اختي ايه؟ انت من النهارده لا اختي ولا اعرفها. ممكن افهم انت عايزه ايه بالظبط؟ الكلام ده لا هيقدم ولا هيأخر. انت فاهم ايه يا دكتور؟ فاهم اللي جاي اعتب عليكم؟ انا عارفه ان ما ينفعش معاكم العتاب. انا جاي اخد بنتي التانيه قبل ما تحبسوها. يا دعاء تعالي لامك. يا دعاء تعالي قبل ما عسل وسكر وربنا. اهلا. لحقت الاخباريه توصلك؟ وحشتيني وكنت عايزه اشوفك ضروري. ايه شغلانه جديده ولا ايه؟ مهلبيه حته كده من مسد صفار. خليها لك هديه مني ليك. لا اصل انا محتاجك، عايزك. انا مش عايزاك، يبقى انت عليا وقت تاني. خلاص اقول لك بقى كلمه السر اللي هتخليك تفزي فز. عمر لحلح. ولا اقول لك عاصم ابو النور. ايه والنور قطع ولا ايه؟ يا دعاء انت كده ملخبطه الامور على بعض. انا ذنبي ايه في اللي ماما عملته؟ ذنبك ان مامتك ما عملتلهاش خاطر. مامتك ما فكرتش فيا ولا فيك، وهي بتدخل اختي لولا السجن. انتوا بس
العقد. هو انتوا عندكم اتفاق ولا عهد ولا وعد؟ يا ست انت قاعده بتولعيها يا دعاء. عاجبك اللي والدك بتقوله ده؟ انا بقول كلام لا يرد ولا يجيب. انما ماما اتجابت الناحيه. يا عفاف استهزي بالله، الولاد ما لهمش ذنب في اللي حصل. منك لله يا بنت امي وابويا، منك لله. يلا يا ماما يلا. دعاء اوقفي كلميني زي ما بكلمك. لو عايز تتكلم معايا تيجي تتكلم معايا عندنا، لكن انا هنا ما بقتش اطمن على نفسي في وسطكم. ايوه بقتوش قدامنا، ما يمكن يخرجوكم من هنا بسرية. يلا يا حبايبي يلا. يا دعاء ما ينفعش كده. عاجبك؟ انت ما فكرتيش فيا؟ ما فكرتيش ان اللي انت عملتيه ده ممكن يهد حياتي مع دعاء؟ انا اسفه يا مازن، بس والله ما اعرف ان لولا ليها دخل في الموضوع ده. الله مزيكا وربنا مزيكا. تصدقي سامحهم؟ هما ايه دول؟ ركبك وهي بتخبط في بعضيها. اخلص وقول عمر قالك ايه يا هيثم. قال لي كله، من اول مازن والست الكمه الليلة هانم وحبيبي وزبوني الدكتور عاصم ابو النور والاستاذه ملك المذيعه اختك وقستك لما هربت وسبت البيت. بصراحة قال لي على كله، مفيش حاجة في جوفه إلا لما قالها. يا سلام، طب ما أنت كل البنات اللي عندك هربانين من أهاليهم، أفريان عنهم يعني. ما هي دي القنة، ما بقتيش تفرقي عنهم حاجة. كل واحدة عندي ماسك لها زلة، بس بصراحة الفرق الرفيع اللي بينك وبينهم كلهم أهلهم ركش ما يسووش، إنما أنتِ بنت العزة وأكل الوز. ولا تفرق معايا برضو، تصدق كل الكلام اللي انت قلته ده ولا يهز شعرك. خلاص ولا يهمك، احنا نتصل بقى بالدكتور عاصم ابو النور ونحكي له على كل بلاويكي، وساعتها نشوف شعرك ده هيفضل مكانه ولا هيقف مره. عايز ايه يا هيثم؟ اول هام فلوس بعت الفيلا تجيلي كلها، والتاني تبقي جزمه في رجلي، وكل اللي اقول عليه تقولي حاضر يا سيدنا. هيثم بلاش الفرده اللي على الاخر دي، انا برضه عاشق، ابقى عليا. طيب حرف الايه حرف الايه حرف الايه. اصل انا مسجل الدكتور بالانجليزي قاسم ابو النور. ايوه اهو نتصل بيه بقى. خلاص خلصنا، هديك الفلوس واللي اقول عليه تسمعيه. هي كده الشروة على بعضيها. حاضر يا سيدنا. يعني ايه يا استاذ؟ وصول الشيكات مفقوده وبندور عليها سيادتك. ده كلام فاضي يا متر. المره الجايه لو ما جبتش وصول الشيكات معاك انا هشطب القضيه. نادي على اللي بعده. قضية رقم 82 ياسر رمزي ضد أحمد محمد. بيت يا دعاء سيب اللي في ايدك ده ويلا عشان نلحق نزور أختك. إيه ده إيه ده إيه ده؟ أجي معاكي فين؟ أنتِ فاكرة إن أنا ممكن أروح الأماكن دي عشان خاطر أي حد؟ انسي. وتسيب أختك لوحدها؟ ده بدل ما نقف جنبها لحد ما ربنا يفك دقيقتها. اللي يشيل قربة مخرومة يستحمل اللي يجراله، وأنا عارفة لولا كويس. وعارفه انها غلطت وخدت رشوه. ولما انت عارفه ايه اللي خلاكي تسيبي بيتك وتيجي معايا؟ عشان اعلم على خالتي وعلى مازن. لقيتها فرصه شويه وهتلاقيه جاي يصالحني وجايب لي هديه وبيتحايل عليا. يا ملت بختك في ولادك يا عفاف، يا ملت بختك في ولادك يا عفاف، يا ملت بختك. انت بتهزر ولا ايه يا متر؟ يعني ايه شيكات ب 2 مليون جنيه تضيع؟ احنا فعلا دورنا عليها في كل حته وما لقيناهاش. وانا مالي؟ دي امانه عندك تضيعهم تدفعهم، هو ده اللي انا اعرفه. حضرتك مش عايزك تقلق لان الشيكات باسمك ومقفوله، فيعني محدش يقدر يصرفها غيرك. لا والنبي، انت عارف كويس قوي ان الشيكات دي ممكن تتباع لمحمود، وان هي الضمانه الوحيده الحقي عنده. هز نفسك بقى كده وتشقلب لغايه ما تلاقيها، وما تخلينيش اقلب عليك. سلام. بقول لك ايه يا متر؟ انا الشيكات دي اذا ما رجعتش هلبسك اسمك، هشتكيك في النقابه وهشطبك، وهشتكيك في النيابه وهحبسك. ماشي؟ الو ايمن.
هاتي مفتاح المكتب اللي عندك وتعالي. حاضر. اتفضل يا استاذ ياسر. سيبيهم عندك وروحي. بس انا كنت لسه بقول لك روحي يا منى. كانت تنصحها او حتى ترفضها، لكن تسجنها حرام يا مازن، حرام والله. يا دعاء انا ماليش دعوه بالموضوع اصلا، انت ليه مصممه تشيليني ذنب حاجه انا ما عملتهاش؟ ما عملتهاش ازاي؟ هي اللي مش سجنت اختي تبقى امك؟ امك ولا مش امك؟ يبقى ذنبك ولا لا؟ يا حبيبتي انا ما فيش بايدي حاجه اعملها. انت بتقول كده بدل ما تقعد تحاول تراضيني وتصالح فيا. واحد غيرك دلوقتي كان زمان قاعد عمال يصالحني، لكن انت خلاص ما بقتش تحبني يا مازن، وانا متاكده. حبيبتي حقك عليا. ايه رايك طيب نبعد عن البيت خالص، لا بيتنا ولا بيتكم، نروح نصرف اي حته وننسى الموضوع خالص. ايه انت عاوزني اسهر واتبسط واخرج واختي اللي حلتي في السجن؟ خلاص يا حبيبتي خلاص نروح نزورها في السجن. لا ما انا مش هينفع برضه اشوفها كده وهي في السجن، ده انا كان قلبي وجعني عليها قوي لو شفتها. احنا نخرج بس بشرط تجيب لي هديه حلوه علشان اتبسط واحاول انسى. ايوه كده تمام. اوضتك وحشتك قوي يا ماما، بس انتي وحشتيني اكتر. حبيبتي بصي بقى، احنا لازم نحط خطه للايام الجايه، ما نضيعش ولا دقيقه. يا ماما خطط ايه بس؟ ما دام احنا مع بعض يبقى اكيد هننبسط. مش دايما الخطط بتبقى وحشه. ايه رايك نطلع شرم اسبوع؟ اذا كان الخطه فيها شرم يبقى ما فيش احسن من الخطط. حبيبتي قولي لي بقى، انبسطتي عند بابا ولا قضيتي وقت وحش؟ بصي يا ماما انا هقول لك الصراحه، بس ما تزعليش مني. تبقي انبسطتي شويه صغيرين مش كده، بس انت كنت وحشاني موت بجد. انا وحشتك ولا بتضحكي عليا؟ هو بابا وانت ماما وانا بحبكم انتوا الاثنين، دي حاجه تزعل؟ لا يا لمضة ما تزعلش. اسر حبيبي وحشتني قوي. انت كمان يا لوجي، تعالى عشان اوريك الكتاب الجديد اللي بابا جابه لي. يلا. معلش يا حبيبتي مش دلوقتي. ازيك يا ياسر؟ ازيك يا فريده؟ مالك في ايه؟ انا في مصيبه، في كارثه. مش فاكر اخر مره شفتيهم كانوا فين؟ كانوا في الخزنه اللي في درج المكتب. يا ردي ما احنا دورنا في كل حته ما لقيناش حاجه. ما هي بتقول لك مش فاكره. ازاي حاجه زي كده ما تفتكرهاش؟ وانت ازاي توافقي من اساسه على انك تشيلي مسؤوليه مفاتيح زي دي؟ مين اللي معاه نسخه تانية من المفاتيح؟ انا والاستاذ ياسر بس، وهو خد نسختي النهارده. انت فاهمه ده معناته ايه انه ياخد منك المفاتيح؟ فاهمه يا بابا، معناه انه ما بقاش واثق فيا. لا معناه انه بيشك فيكي، معناه انه ممكن يبلغ عنك انك انت سرقتيهم. بس يا راضي ليه ترعبها اكتر ما هي مرعوبه؟ وبعدين منى متربيه ما تمدش ايديها على الدهب. ما انا كنت متربي، انا جت ومدت ايدي. انت فاهمه ايه اللي هيحصل لما يبلغ عنها؟ القديم كله هيتفتح وانا وهي هنخش السجن. خلاص لما يدقنا ونمشي من هنا. تاني انا جت هنهرب تاني، وبعدين كده هتثبت التهمه على بنتك. مش عارفه انت ليه بتقدر البلاء قبل وقوعه. هو لسه ما وقعش، وقع يا نجات، وقع خلاص. ليه كده يا راضي؟ ليه؟ اهدى يا راضي امسك نفسك بقى، ان شاء الله ربنا هيسترها. مفيش قدامي غير اني ادفع الشيكات، والا كل اللي عملته في حياتي هيتهد. انا معايا 300,000 جنيه. وانا معايا 450، احنا بعيد قوي عن ال 2 مليون. انا عندي صيغه بس معرفش تساوي كام دلوقتي. خالو خالو اتفضل يا خالو، دول 150 جنيه. يا حبيبتي يا لوجي عايزه تديني فلوس؟ طبعا كلنا لازم نساعدك. في مبلغ كبير ينفع، انت زي ما فكرتش فيه. مبلغ ايه؟ الشبكه بتاعتك. الشبكه مش معايا، انا هكلم واحد صاحبي في بنك. يعني ايه الشبكه مش معاك؟ انا هقول لك يا فريده بس من غير تقطيم، انا مش ناقص. الشبكه اديتها هديه لعشق. انت اتجننت؟ تدي هديه لواحده بنص مليون جنيه؟
الشبكه دي لازم ترجع، وانا مش هاخدها منها تاني حتى لو هدخل السجن. يعني عايز تاخد مصروف بنتي وكل اللي معايا ومكسوف تقول لها رجعي لي شبكتي؟ انا ما طلبتش منك تساعديني. انا هساعدك بمزاجك او غصب عنك، والشبكه دي لازم ترجع. الو الو، مين معايا؟ انا منى راضي من مكتب استاذ اسر صبري المحامي. محامي صالح مرتضى. عليك نور. شوف يا سيدي، انا بقى الشيكات بتاعتك معايا في ايدي اهو. سمع صوتهم؟ سامع. وانت عايزه ايه بقى يا منى؟